الإصدار الذي أنا بصدد وتوقيعه الآن هو موسوم بقالة عصافيري، ويأتي في مرتبة الثالثة بعد إصدارين هما خواطر حمودة في رصد وقائع فريدة وحديث الجمجمة. الإصدارات الثلاثة كلها الخيط النابض فيها هو الطبيعة بمختلف مكوناتها، حيث أحاول أن أستنطق الطبيعة سواء كانت طبيعة بشرية أو طبيعة حيوانية أو طبيعة نباتية، لاعتبار أساسي هو أن الطبيعة هي المصدر الأول والأساسي لكل درس نستقيه منها. قالت عصافيري تنتظم في 35 قصة، جميع القصص شخوصها من الحيوان ومن النبات ومن الشجر ومن البحر إلى آخره. قلت الطبيعة في مختلف تجلياتها. الخيط النابض هو أن نستقي قلت العبر من الطبيعة، فأنسج حوارات متعددة بين طبيعة في شخص حمودة. حمودة أعتبره طفل وأعتبره شاب وأعتبره رجل، فهو يعني كل طفل استطاع أن يستحضر الرجل فيه وكل رجل استطاع أن يستحضر الطفل فيه على مسافة الحياة. مسألة أخرى أساسية وهي أن قالة عصافيري كلها تنتظم في استنطاق كل ما هو له دلالة معينة على مسافة التاريخ والجغرافيا، جغرافيا ولدت فيها وترعرعت فيها وبصمت مخيالي بجميل الذكريات، والشيخوخة عشتها، فكان الطفل في يستدعي الرجل فيه والرجل يستدعي الطفل كما قلت في توطئة ليتناوش ويتحدث على مسافة المسير.